مساء الخير، انا احمد جبريل دي قناه استشاري الاجهزه المنزليه. النهارده هنتكلم عن غساله اطباق اريستون 45 سنتي 10 افراد، بتيجي بعرض 45 في ارتفاع 85 في عمق 60 سنتي. ده الشكل بتاعها الخارجي من بره. بيمتاز الموديل ده ان موتوره انفرتر، في خاصية ال 3D ووش زي ما احنا شايفين كده، ودي بتدي تنظيف اكتر بنسبة 40% وتوفر في الطاقة 40%. والموتور الانفرتر ده بيديني اهتزاز اقل للغسالة واحتكاك اقل ونظافة احسن. ده شكل لوحة التحكم بتاعتها. ده زرار الباور، ده زرار اختيار البرامج، ده زرار امكانيه الغسيل بال 3D ووش ان انا استخدم الرشاشات الزياده، ده زرار للتربو لو انا حاجه مستعجل عليها، ده زرار بيديني درجه حراره اعلى لتنظيف او تجفيف اكتر من الاطباق، وده زرار لو انا هستخدم المسحوق التابلت اللي هو بيبقى مجمع كده اقراص اقدر استخدمها بدل ما احط كل حاجه لوحدها، وده زرار للتايمر لو انا هشغلها بعد وقت معين، وده زرار الستارت والبوز لو انا هبتدي ان انا اغسل او اوقفها. اتفرج عليها من جوه، هلاقي هنا البرامج بتاعتي مكتوبه من 1 لـ 9، بتنزل 9 برامج. اول برنامج ده برنامج اقتصادي، تقريبا مدته 4 ساعات. في ده برنامج اوتوماتيك يعني مكثف، بيبقى الحاجات شديدة الاتساخ، ده مدته من 2 ساعة وثلث لـ 3 ساعات. ده برنامج اوتوماتيك العادي ممكن الاستخدام اليومي، مدته من 2 ساعة لـ 2:50. ده برنامج للكريستالات، الحاجات الخفيفة. ده برنامج سريع لو هستخدم وقت قليل نص ساعة. ده برنامج هستخدم الغسالة بالليل فبيديني صوت أقل واهتزاز أقل للغسالة. وده برنامج للتعقيم، تبقى درجة الحرارة فيه أعلى درجة 70 درجة مئوية لو عايز أعقم الأواني بتاعتي. وده رقم 8 الحاجات لو عايز أنقعها بس، بيبقى مدته تقريبا 10 دقايق. وده برنامج تنظيف ذاتي للغسالة لو أنا عايز أعمل لها أوتو كلين ليها كلها من بواقي أكل أو كده، وبقدر أستخدم البرنامج ده. ده شكلها الداخلي من جوه. هلاقي هنا الرشاشات ال 3D زون اللي هي لونها برتقاني. المغسلات القليلة أو الوسط اللي فيها السنون الأطباق بتنام زي ما احنا شايفين، فممكن استخدمها كأطباق أو أنيمة عشان استخدم حلل أو أواني كبيرة. فيها الجزء ده ممكن ارفعه لو انا عايز استخدم حاجات عليها عشان ما تقعش مني او تتهز في الغساله. وعدد الرشاشات 4، ادي عندنا 1 2 وفي واحد هنا 3، في واحد فوق 4. هنا ده الثبات العلوي، وده الثبات بتاع الشوك والسكاكين. وفيها برضو ان انا ممكن انيم او اوقف سنون الأطباق زي الرف السفلي بالظبط. عملية جدا وحجمها مقبول وكويسة قوي. تيجي بضمان شركة بيتك لمدة 5 سنين. الباب الخارجي ليها ستانل ستيل زي ما احنا شايفين، بتديها لمسة جمالية شيك جدا، تكون شكلها حلو قوي في المطبخ. شكرا جدا، ولو الفيديو عجبك اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجه جديده.